تايم بريس. السلام عليكم. 30 أكتوبر 2022، انهار جسر معلق في موربي بولاية غوجرات بالهند، وكان أكثر من 400 شخص على الجسر الذي يقطع نهر ماتشو لحظة الانهيار، وفي حتى اللحظة ما لا يقل عن 40 شخص، وأصيب العشرات بجروح خطيرة، فيما لا يزال البعض في عداد المفقودين. يأتي الحادث بعد 4 أيام فقط من إعادة فتح الجسر بعد إصلاحه. أغلق الجسر لمدة 2 عامين قبل الحادث ليتم فتحه بعد الترميم في 26 أكتوبر من العام الجاري بمناسبة رأس السنة الجوجارديا.